وما تراجع الباطل وتقهقر، وما طلع صبحا وأسفر. وصلاة وسلاما طيبين مباركين كما يليق بالنبي المطهر، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ما سار سفين للحق وأبهر، وما على نجم في السماء وأبهر، وعلى آله وصحبه إلى يوم البعث والمشر. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الملأ والملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنما قد خلقت كما تشاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنى بالفلا وجناء. السادة عاملي وأعضاء جمعية الفتح الثقافية بوزداد، السادة سكان هذا القصر العتيق، السادة ضيوف جمعية الفتح الثقافية، إخواني أخواتي الحضور الكرام، أحييكم بتحية من القلب يطيب شزاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق يا سمينا، سلام الله نهديه إليكم مع الأشواق ممزوجا حنينا، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنان مقاعد إن شاء الله. إلهي لست للفردوس أهلا، ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم، وعاملني بما أنت أهلا له، وثبتني على النهج القويم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خير ما نفتتح به مجلسنا هذا آيات بينات من ذكر الله الحكيم، يلقيها على مسامعنا طالب حريض مصطفى، فليتفضل مشكور مأجور بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشهيدين. بسم الله وكفى، وصلاة ربي وسلامه على الحبيب المصطفى، وبعد. ما أجمل اللقاء بعد طول الفراق، وبعد سيل من الأشواق، مشاعر تبعث في القلوب ضياها، وترسم البسمة على شفاها، وتعطي الحياة ألوانها وبهاها، وتشع أطياف المحبة في سمها. يسعدنا ويطيب لنا أن نلتقي مجددا في محطة أخرى من نشاطات جمعية الفتح الثقافية، من خلال هذا الحفل المقام على شرف الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بمختلف الفئات، وعلى شرف الناجحين في مختلف الامتحانات الرسمية، شهادة التعليم الابتدائي المتوسط وشهادة البكالوريا. باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الجمعية أرحب بضيوفنا الكرام، فنقول نزلتم أهلا ووطئتم سهلا، فلو علمت الدار بمن زارها لاستبشرت وباست موضع القدم، وألشدت بلسان حال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. أهلا وسهلا بكم أهلي وخلاني، سكنتم في حنايا كل وجداني، هذه القوافي أتتني تنتشي فرحا، وحدثتني حديثا دون عنواني، وبالضيوف أهلا هلا نرددها، ما غرد الطير يجدو فوق أغصاني. دون أن ننسى الحاضرين معنا والأوفياء نشاطاتنا والمتطلعين إلى جديدنا، فعنكم أقول تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا، كأنكم في أعين الناس أزهار،
لأوحش الله ربعا من زيارتكم يا من لكم في الحشا والقلب تذكار. كلها كلمات ترحيبية تنبع من القلب عند رؤيتكم، فهي مشاعر كنها تجاهكم حتى إذا التقينا قلنا بكل عبارات صدق إنا نحبكم في الله. فأهلا وسهلا بكم وسعداء جدا برفقتكم طيلة هذه الأمسية. كلنا أمل وشوق أن تكون هذه الأمسية من أمسيات الخالدة. نحيي الكلمة موجزة ترحيبية لرئيس جمعية الفتح الثقافية الأستاذ مصور الحمد، فليتفضل مشكور تصفيقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنان مقاعد إن شاء الله. بادي ذي بدء أرحب بالضيوف الكرام الذين أبوا إلا أن يحضروا معنا إلى هذه النشاطات التي دأبت بها أن تقوم بها جمعية الفتح الثقافية، فمرحبا وسهلا بكم مرة أخرى. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فبودي أن أشكر أعضاء جمعية الفتح الثقافية بمكتبها الكبير ومكتبها المصغر وكذلك مكتب نادي الفتاة الذي يسعى دائما إلى توعية وتثقيف والسهر على إعطاء يعني بعض يعني النشاطات لتأهيل يعني ناس هذا القصر. فلا أطيل عليكم، فمرحبا وسهلا بكم مرة أخرى، وإن شاء الله سوف تتمتعون بجديد جمعية الفتح الثقافية في هذا الحفل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحيي الكلمة أخرى لممثل عن جمعية مسجد إمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قصر بوزقزات الأستاذ منصوري مبروك، ليتفضل مشكور. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلقة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا سوف أتحدث على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى تخص المجتمع المدني، وبما أن جمعية الفتح الثقافية أحد عناصر هذا المجتمع يعني المدني، أشكر أعضاء هذه الجمعية بمكتبيها الكبير والمصغر، وكذلك أحيي نادي الفتاة الذي يسعى في تكوين المرأة البوزغزاتية. كما أحيطكم علما أن أي مجتمع ثقافي متقدم ومتحضر يعني الاهتمام بفئات المجتمع، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الجمعية الثقافية ألا وهي جمعية الفتح الثقافية في قصر بوزقزات. النقطة الثانية التي أود التحدث عنها التي تتمثل في النشاطات التي يقوم بها هذا المكتب، والتي تتمثل في يعني الأنشودة، يعني الأنشودة التي لا بد أن تكون هادفة ولا تكون كذلك إلا إذا صدرت من قلب من أجل إحداث يعني أثر في القصر أو في المجتمع. إضافة إلى ذلك ما يتعلق بالمسرح، يعني لا بد أن يكون المسرح أيضا هادف ليس يعني هزلا وفقط،
وإنما المسرح وجد من أجل يعني إرسال رسالة في المجتمع بكل مثلا أطيافه. النقطة الثالثة التي أود أن أتحدث عنها تتمثل في يعني قدوم ما يسمى بالموسم يعني الدراسي. أوجه رسالة إلى الطلبة، رسالة إلى التلاميذ وإلى الطالبات من أجل يعني من أجل الاعتناء يعني بهذا الموسم الدراسي، وذلك من أجل يعني تحسين نتائجهم على مر السنة الجامعية يعني السنة الدراسية. أود لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر يعني أجدد شكري لهذه الجمعية بمكتبيها المكبر والمصغر ونادي يعني المرأة. وما عساني أقول إلا أنني إلا أن تمضوا في مثل هذه النشاطات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. تفضل بقى معنا السيد أستاذ منصور. تتقدم إدارة الجمعية الفتح الثقافية بتكريم لجمعية مسجد قصر بوزكزاد. تفضل الأستاذ منصور محمد لتسليم هذا التكريم، يتسلمه الممثل عن الجمعية. وإلى أولى جلاس الطرب والإنشاد مع وصلة إنشادية من تقديم فرقة الأمل التابعة لجمعية الفتح الثقافية، فلتتفضل مشكورا. السؤال يقول: المرأة العقيم أي العاقرة، هل تنجب ابنتها أطفال أم تكون مثل أمها؟ علل إجابتك. من يتقدم لإجابة هذا السؤال؟ نعيد: المرأة العقيم أي العاقرة، هل تنجب ابنتها أطفال أم تكون مثل أمها؟ علل إجابة. من يتفضل؟ تفضل. السلام عليكم. هي من الاصل المرأة العاقبة لا تلد، وبالتالي اصلا يعني ما ولدتش البنت باش تجيب باش تولد. إجابة صحيحة. تفضل تلقى تكريم. تفضل عبد الناصر. ايفون. تفضل جمعية الإنشاد. غير افرح. عندي نكتة. كانت هناك زوج قبائل هندية عايشين مقابلين مع بعض، أي وحدين يعبدوا بقرب، عياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوم كبير، الرب نتاعهم بقرب، اللي مقابلينهم يعبدوا نهر يقولوا مبارك ويعبدوا فيه. أي واحد النهار هذاك البقر نتاع هذاك القبيلة قاعد يشرب من هذاك النهر تاع القبيلة الأخرى. أي القبيلة الأخرى غاضهم الحال، قالوا كيف هذا البقر قاعد يشرب يا ربنا. أي جمعوا راحوا ليهم قالوا ليهم لو لا زاد ربكم شرب من ربنا رانا نغرقوا ربكم في ربنا. نتفضل بسؤال آخر للجمهور. سؤال آخر للجمهور: ليس بإنسان ولا حيوان ولا جماد، فما هو؟ ليس بإنسان ولا حيوان ولا جماد. لغز. السؤال عبارة عن لغز.
سؤال موجه للبنات خصوص. ليس بإنسان ولا حيوان ولا جماد. إجابة خاطئة. تفضل. لا، إجابة غير مقبولة. تعالى الله عن ذلك علو كبير، ولا ريت أن أخوض في زاد الإلهي. خطأ، ليس الهواء. يبقى السؤال محتفظ به. تقدم جمعية الإنساد بوصلة إنشادية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبتم وطاب منشاكم وتبواتم من الجنان مقاعد إن شاء الله. ها هي فرقة الأمل الإنشادية، أبد إلا أن تحييكم ونأمل أن تستمتعوا معنا في هذه الوصلات الإنشادية كذلك. الوحداني تصريف الوحداني
بيدي قدرة ولا حكام، ما بيدي قدرة ولا حكام، ما بيدي قدرة ولا حكام. تصريفا وحداني، تصريفا وحداني، تصريفا وحداني، تصريفا وحداني. ما بيدي قدرة ولا حكام، ما بيدي قدرة ولا حكام، ما بيدي قدرة ولا حكام، ما بيدي قدرة ولا حكام. تصريفا وحداني، تصريفا وحداني، تصريفا وحداني، تصريفا وحداني. وقوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله، قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله، قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله. وهذه ساعة من ساعة الله يمدح فيها في رسول الله، قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينالوا البركات كل ما صلى عليه. النبي صلوا عليه Bye.
والنصارى والمجوس اسلامه على يدي النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينالوا البركات صلت عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كمان غريتي بيا الصفا والنية يا دنيا نبي كمان غريتي بيا يا دنيا نبي كمان غريتي بيا كاي الموت كاي الاحساس صفا والنية يا دنيا نبي كمان غريتي بيا يا نبي كمان غريتي
موت كل الحساب اسمع بالنيه وكل 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 موت كل الحساب اسمع دي على إبداعاتهم وأدائهم الرائع، وأشكركم أيها الجمهور على تفاعلكم مع الأناشيد من جو الطرب والإنشاد إلى جو التكريمات. الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نبدأ بتكريم الناجحين في شهادة التعليم الابتدائي لقصر بوسكزات، فألف مبروك لجميع الناجحين وتحية لمثابرتهم الدائمة وعمل المتواصل. نبدأ بالناجحين، والناجح الأول طالب والتلميذ هدي يونس فليتفضل المشكور تصفيقاته. تفضل أستاذ هدي نور الدين بتكريم طالب هدي يونس. نجح الآخر تلميذ حمي عبد الوهاب ليتفضل مشكور. تفضل الأستاذ حمي المبروك يكرم تلميذ حمي عبد الوهاب. نحمي العالم لرسول العلم نحيي ونغني بالخيام. معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي. يا ناجح الآخر هدي جعفر تلميذ هدي جعفر بيتفضل مشكور. تقدم السيد حاج مبارك هدي كرمنا هدي جعفر. لجدار العلم يشير فيحق له التمجيد، فن أدب وعلوم لا حجر لا الترميد. ياسر يونس في الليل وحيد وأنا أحلم أحلام بفراش النوم سعيد. ناجحة منصوري وسام فلتتفضل المشكورة. منصوري وسام يتقدم السيد منصوري شعبان ايس كريم اخت منصوري وسام. غني لي يا عصفورة واحكي لي عن مصدورة فيها وحش دموي يملك بلدا مسرورا. تفضل تلميذة عبد الفتاح إيمان. الفتاح إيمان. تفضل سيد عبد الفتاح. عبد الفتاح يكرر تلميذة عبد الفتاح إيمان. هل تذكر يا أستاذي طفلا بين الأولاد تفضل تلميذة هدي رقية ويصيبك بالهجران. هدي رقية. تفضل أستاذ عبد الباسط هدي لكرمنا تلميذة هدي رقية. أفضانك يا يا عبد الله يا معلمي
هؤلاء هم الناجحون في شهادة التعليم الابتدائي لقصر بوزكزان. نتمنى للجميع التوفيق في بقية المسار الدراسي. لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحزر. ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى، ولم يقضي من إدراكها وطرا. نمر الآن إلى تكريم حاصلين على شهادة التعليم المتوسط بقصر بوزكزان. نزف إليهم من هذا المنبر أخلص التهاني والتبريكات، ونبدأ بالناجح حمي إبراهيم، ينوب عنه تلميذ حمي عبد الملك. تفضل مشكور. يتفضل أستاذ منصوري منصور برمضان يكرم تلميذ حمي عبد الملك. تفضل عبد الملك. يتفضل السيد حمي. يتفضل السيد حمي ناجم نيابة عن أخته الناجحة حمي كريمة. يتفضل السيد منصوري العربي ليكرم حمي ناجم نيابة عن أخته. ناجحة أنا مع الناجحة حمي وردة. تفضل سيد حمي حمزة نيابة عنها. تفضل مشكور. تفضل أستاذ حمي عبد الجليل يقدم له التكريم. هؤلاء هم الناجحون في شهادة التعليم المتوسط لقصر بوزكزان. بورك الجميع على المجهودات المبذولة ومزيد من النجاحات عام بعد عام. إذا أردت تقدما ونجاحا فاملأ العمر همة وكفاحا، واتخذ للنجاح كل سبيل، والبس الجد يا أخي وشاحا، وابذل الجهد واستحق المطايا. إن صنع عفوا أعتذر عن خطأ، كان هناك باقي ناجحة في شهادة التعليم المتوسط التلميذة منصوري مريم. تفضل منصوري صلاح الدين نيابة عنها. أعتذر عن نسيان منصوري صلاح الدين. تفضل مشكور. تفضل الأستاذ خليفة عبد المجيد. أستاذ خليفة عبد المجيد يكرم تلميذ منصوري صلاح الدين. أعتذر عن هذا الخطأ لكل حصان كبوة ولكل لسان زلة. نمر الآن إلى عالم المرح والانشراح وأول مسرحية من أداء فرقة الجيل الصاعد التابعة لجمعية الفتح الثقافية، فليتفضلوا مشكورين. سؤال آخر يقول: ما هي ثاني أكبر سورة في القرآن من ناحية عدد الآيات بعد البقرة؟ أكبر سورة من ناحية عدد الآيات هي سورة البقرة. ثاني أكبر سورة في القرآن من ناحية عدد الآيات. سؤال بدون اقتراحات. تفضل عبد الجليل. إجابة خاطئة للأسف. الأنعام. تفضل في الأخير. الأنعام ولا الأعر؟ أنعام. الأنعام. تكلم. قولي الأنعام. أنعام. أنعام.
تفضل. شعراء إجابة صحيحة، لأن سورة الشعراء بها 227 آية، تليها سورة آل عمران ب 200 آية. تفضل نجم لجائزة سؤال الجمهور. تفضل فرقة المسرح. فرقة المسرح نقول لغز الآن. هناك نهر مثلا، هذا نهر، على الضفة يوجد رجل معه ذئب ونعجة وحشيش يريد أن يعبر بثلاثتهم إلى الضفة الأخرى بدون أن يأخذ معه كل مرة حاجتين، يرفض حاجة واحدة، يرفض الزيت يروح به، يروح يرفض الحشيش ولا يرفض النعجة. أعطونا الترتيب اللي يرفضه، بحيث مثلا نرفض الحشيش الزيت ياكل النعجة، مثلا نرفض الزيت النعجة تاكل الحشيش، واش يرفض بالترتيب؟ يعطينا الترتيب بدون ما تكونش أخطاء. تفضل. تفضل المحاولة فقط. الحشيش من بعد النعجة من بعد الزيت. يرفض الحشيش. إيه. إذا رفض الحشيش الذئب يأكل النعجة. هذه لعبة كاين. يرفض الحشيش يعني ويديه ويلوحه ومن بعد يولي خاوي ومن بعد يولي يلقط الدجاجة اللي ما تاكل الحشيش ويلوح عليها ومن بعد يرجع خاوي ومن بعد يولي داكل ويلي يرجع بالحشيش ويدي الديم. واش كاين الثالث؟ كاين حاجة ثالثة البطاطا يديها ويلوحها، المهم يرجع خاوي. مشكور على المحاولة، ونترككم الآن مع علم المرح والإبس. تعال عدل الظلات شطي هناك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ أنت كذاب، لماذا أنت؟ أستغفر الله. أيها الحاجب. نعم سيدي الملك. ما هذه الأصوات التي أنا أسمعها في زقاق؟ هناك مختصمان في الخارج يختصمان. أدخلهما وبسرعة. تعال يا السلام على مولانا الملك. حضرة الملك، ما هذه الأصوات التي أنا أسمعها في زخارف؟ إن هذا الرجل شفار قد سرق لي شكارتي تحت أشجارة في الواد تحت النقبة. إنه يكذب علي وأنا بريء. أستغفر الله، ما أنا بكذاب. أستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه كذاب. أنا لست بشيء. اعطي جرية لي إلى تلك الشجرة بلك تجد الدراهم هنا. خلينا الملك يعطيك شيء من الشفيري كاعك. أعطي حركات، أعطي حركات فقط، أعطي حركات. اصلي يا أم القدرة.
أيها الرجل تعال إلى هنا، تعال اجلس بجانبي من هنا. ريثما يعود صاحبك يعطي جرية من هناك ثم نرى في قضيته. أي الحاجب؟ نعم جلالة الملك. ذلك الملف الذي هو من عام كرة الكلاب والغبرة طايحة عليه، احضر ماليه وتعالى أنت وياهم. حسنا سأحضرهم. أين هم؟ تعالى يا أنتم. هم احنا جلالة الملك. ماذا بكما أنتما؟ هذه الحال وأنتما تتخاصمان. أيها الرجل. نعم جلالة الملك. إلى أين ذهب صاحبك؟ إنه ذهب إلى شجرة تحتها مخالة ولا أعرف سيجدها أو لا يصل إليها. أعطاك المخالة؟ نعم حقا. نعم جلالة الملك. أيها الخائن أتخون الأمانة؟ لا جلالة الملك، عفوك عفوك. أيها الحاجب؟ عفوك جلالة الملك. خذ هذا الخائن إلى السجن ثم ذهب إلى منزله. إلى أين هي شكارة؟ شكارة تحت شكارة. واذهب إلى شكارة تحت شكارة، تجد شكارة واحد واجد دراهم بها. وأين توجد هذه الشكارة؟ اذهب به واسأله في الزقاق، لا تسأله بحي. جلالة الملك عفوك 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 يا جلالة الملك. اذهب اذهب، تأخذ الأمانة وتطلب العفو. لقد وجدت تلك الشكارة يا جلالة الملك. شكرا. ولقد أتى الرجل الذي ذهب ليحضر الشكارة من تحت أجارة. أدخله أدخله. حسن. والله طاب جنابنا هنا في هذه الكرسي. أهلين جلالة الملك. هل وجدت النقود؟ إنها كانت، اتركني أتنفس قليلا فأنا جعت. تفضل خذ خذ ما يكفيك من التنفس وزيادة. اجعل علي كم تزيورك أيها الملك. شكرا لك أيها الملك عيسى. والله أن تخلص التريسيتي التي أخذت منها. هيا هيا هيا. أكبرك تأيب الله شبلسك. هل وجدت النقود؟ لا لم أجد الشكارة تحت المخالة. وهي كيف طولت قدك؟ إنها الطريق التي تزيل الهموم. لا تخف لا تخف. خذ إن صاحبك لقد اعترف بذنبه. خذ. وهل اعترف ذلك الخائن الأنديس؟ نعم اعترف إنه خائن حقا. خذ خذ نقوده. الله يعطيك الصحة. بلا مزية بلا مزية. بنجاح يا سلمان. بلا مزية. يحيي الظلم يحيي العدل. إذا إذا بلا مزية. الله يخليك لنا. بلا مزية. يحفظه. بلا مزية. أي الله يعطيك العافية. صح بلا مزية. أي الحاجب؟ نعم جلالة الملك. هل يوجد أي قضية؟ لا. رفعت الجلسة. الجو ساخن، أين الكليماتيزور؟ ماذا تفعل هناك؟ هيا تعال معي. ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم. نشكر فرقة المسرح على شجاعة وأدائهم رائع، تصفيق من حرام من أجله. نمر الآن إلى تكريم فرسان شهادة البكالوريا، نرفع لهم أسمى التهاني والتبريكات ومن خلالهم إلى والديهم، نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. ونبدأ بالناجح حريض الأحسن، فليتفضل مشكور. حريض أحسن. يتفضل السيد حريض حمادي ليكرم طالب حريض أحسن. والفرحة طول
تبقى في مركز عالي ومسؤول. ثقة حارة من أجل الأخوين حمزة وحمودي على العريضة الصوتية. ثقة حارة تفضل ناجح طالب حريض عبد الناصر. تفضل مشكور. تفضل السيد حريض حمادي بسكرين طالب حريض عبد الناصر. الآن إلى الناجحة بلال صباح ينوب عنها محدثكم بلال نجم. تفضل والد الكريم بلال بجمعة تسليم هذه الجائزة. ومع الناجحة حريض مريم. تفضل بالنيابة عنها أستاذ حريض نجي. تفضل سيد هدي أحمد لتكريم سيد حريض نجي. طالبة حمي الزهراء تنوب عنها التلميذة حمي عائشة. تفضل أنسة حمي عائشة. تفضل السيد حمي مصطفى بتكريم أنسة حمي عائشة. بقدر الكفي تكتسب المعالي ومن رام ومن طلب العلا صاهر الليالي. ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. ترم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي. نسأل الله المتفوقين كل التوفيق والنجاح في مشوارهم الجامعي والمهني. والذين لم يسعفهم الحظ نقول لهم بأنها لسنة العلم. فالفشل ما هو إلا مجموعة التجارب التي تسبق النجاح. لما لا إن شاء الله في مثل هذا اليوم كونوا ناجحين وانفخوا بهم. والآن مع وصلة إنشادية من تقديم فرقة اللآلي للزهروات الصغار التابعة لنادي الفتاة لجمعية الفتح الثقافية فليتفضلوا مشكورين. Thank you.
مع حشيش ونعجة وزئب يريد أن يعبر بهم إلى الضفة الأخرى. ما هو الترتيب المناسب بحيث لا توجد أخطار؟ من شروط اللوز أنه ما يرفت مع حاجتين مع بعض، مو يمشي يربط النعجة ولا يربط الزئب، خليهم كما راهم ويعبر إلى الضفة الأخرى. تفضل الأستاذ مسلم. أنا أولا من أجل العبور يأخذ النعجة إلى الضيفة الأخرى، ثم يرجع ويأخذ الذئب، لا يأخذ الذئب ويضعه في الضيفة الأخرى ويجيب معه النعجة ومن بعد يحط النعجة ويجي الحشيش ويحطه في الضيفة الأخرى معدل ويرجع من بعد يجيب النعجة ويحطها ويمشي ويحطها. بارك الله فيك. أنا كنت أعتقد أنه لغز بلا حل ولم يكن هناك عندي حل، ولكن وجد الحل الأخير أخيرا. يتفضل السيد طلب النصر ديسكريم مجيب على سؤال الجمهور.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنت الرحيم يا الله، محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحشر، محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. Yeah.
جاش لي ضاير المدينة يا خوتي رفدوا لنا الفتحة جاش لي ضاير الإخاء تتقدم جمعية الفتح الثقافية بوافر الشكر وعظيم الامتنان للأستاذين مولاي مبارك الشريف وخليفة عبد المجيد وذلك لقاء الإشراف على تأطير أيام تكوينية المنظمة من طرف الجمعية لفائدة الجمعية. يتفضل الأستاذ خليفة عبد المجيد. مشكور تصفيقاتي. يتفضل الأستاذ حمي مصطفى لتكريم الأخ خليفة عبد المجيد. نعود إلى جو التكريمات ولكن إلى فرسان القرآن الكريم. فبعون من الله وتوفيقه نظم جمعية الفتح الثقافية مسابقة حفظ القرآن الكريم لأربع فئات حسب أعمار المشاركين 15 حزبا وعشر أحزاب خمس أحزاب وثلاث أحزاب. نبدأ في تكريم الناجحين في مسابقة حفظ القرآن الكريم.
الفئة الأولى فئة 15 حزبا، والناجحة في المرتبة الأولى طالبة منصوري فايزة. تفضل نيابة عنها أستاذ منصوري رشيد. تفضل السيد أستاذ حجوبي سالم ليكرم أستاذ منصوري رشيد. المرتبة الثانية كانت من نصيب الطالب حجوبي محمد. يتفضل مشكور. يتفضل السيد وليد الكريم حجوبي بجمعة يكرم طالب حجوبي محمد. حجوبي بجمعة. المرتبة الثالثة من نفس الفئة فئة 15 حزبا كانت من نصيب الطالب منصوري شعبان. ليتفضل مشكور. يتفضل الأستاذ سباعي هشام ممثل عن جمعية البصائر أنسمير إتكريم طالب منصوري شعبان. تفضل مشكور. قرآننا نور يضيق طريقنا. الفئة الثانية 10 أحزاب. المرتبة الأولى في الفئة الثانية 10 أحزاب كانت من نصيب طالبة حمي صفية. تفضل طالب حمي عبد السلام نيابة عن طالبة حمي صفية. تفضل شكرا. تفضل الأستاذ الحاج حمادي حمي يكرم طالب حمي عبد السلام. المرتبة الثانية في فئة 10 أحزاب كانت من نصيب طالبة حريض وهيبة. تفضل السيد حريض مبروك نيابة عن طالبة حريض وهيبة. تقدم الصور. يتقدم السيد بلال أحمد ليكرم السيد حريض مبروك. المرتبة الثالثة في فئة نفس الفئة 10 أحزاب كانت من نصيب طالبة حمي كريمة. يتفضل نيابة عنها سيد حمي بروك. حمي بروك الحسن. يتفضل السيد حمي عبد الكريم ليكرم
السيد حمية مبروك نيابة عن المرتبة الثالثة اللي كانت من نصيب حمية كريمة. صمت إشارات وإنجازات، ورب صمت أبلغ من قول، ورب إشارة أبلغ من فعل. ومع هذا المشهد الصامت المساند للقضية الفلسطينية من أداء فرقة المسرح الجيل الصاعد فلتتفضل مشكورة. قبل ألجي بضحلي طيّن للفعل برطابلك والله قلنا بقية جائزة واحدة لسؤال جمهور حصرية للفتيات. السؤال يقول يحتاج ثلاث أشخاص ثلاث أيام لبناء ثلاث غرف. فكم يحتاج شخص واحد لبناء غرفة واحدة؟ من يريد الإجابة يتقدم. يحتاج ثلاث أشخاص ثلاث أيام لبناء ثلاث غرف، فكم يحتاج الشخص الواحد لبناء غرفة واحدة؟ نعم عاود. يحتاج ثلاث أشخاص ثلاث أيام لبناء ثلاث غرف. فكم يحتاج الشخص الواحد لبناء غرفة واحدة؟ يحتاج فيها تقدم. السؤال يقول كم يحتاج الشخص الواحد، يعني المطلوب هو الوقت، كم يحتاج الشخص الواحد لبناء غرفة واحدة؟ يوم يومين ثلاث أيام؟ ثلاث أيام. إجابة صحيحة، يلزم ثلاث أشخاص لبناء ثلاث غرفة واحدة. يتقدم السيد هدي أحمد ليقدم جائزة عن سؤال الجمهور. فرقة المسرح كانت موجودة جاهزة تتفضل. نستغل في نكتة. كان واحد المؤذن يودن في الجامع، ايا دائما كان يدرونجي ولاد واحد الكلكة، دائما يدرونجي فيه كيسمعوا الاذان تاعو سيرتو تاع الفجر. كلكة يعني شخصية كبيرة يعني شكارة. ايا سيرتو قلنا في أزال الفجر كيسمعوا هاد ولادو كيسمعوا المؤذن ديرك تدخلوا تحت الفراش. هيا راح ليه، راح هذاك الكاكا المؤذن قال ليه لو كانت عاد تزيد الدونوجي يا ولادي راني طردك لك راسك في الجامع. هيا جا غدوة ليه جا المؤذن أبقى يخمم كيفاه دورك نأذن ما نأذنش خلي الناس بلا صلاة كيفاه يخمم. هيا شعل لومبلي نتاعو دوك قال لي الله أكبر الله أكبر أيها الراغبون في صلاة الفجر تفضلوا للصلاة بكل هدوء وشكرا لكم. أيا ذاك النهار اللي كانوا موالفين صلوا ما صلوش. وحدي تروح وحدي عطيني كاسكيت عطيني كاسكيت. Ya.
الكذب هذا. شكرا لكم. شكرا. أعطيك كاسكيت. أعطيك مسرحية على الشجاعة والإبداع والأداء الرائع. نواصل تكريم حفظة القرآن الكريم الفئة الثالثة فئة خمس أحزاب. فكانت المرتبة الأولى مناصفة بين طالب عبد الفتاح قاسم والطالبة هدي أم كلثوم. يتفضل طالب عبد الفتاح قاسم. مشكور. تفضل السيد عبد الفتاح. عبد الفتاح لتكريم طالب عبد الفتاح قاسم. في المرتبة الأولى من فئة خمس أحزاب طالبة هدي أم كلثوم. تفضل بالنيابة عنها طالب هدي جمال الدين. تفضل السيد هدي حاشم بارك تكريم طالب هدي جمال الدين. في نفس الفئة فئة خمس أحزاب كانت مناصفة بين طالب هدي عبد العزيز والطالبة حريض أسماء. تفضل طالب هدي عبد العزيز. أشكر. تفضل أستاذ آل محمد تكريم طالب هدي عبد العزيز. في نفس المرتبة الثانية في نفس فئة خمس أحزاب طالب حريض أسماء. يتفضل نيابة عنها أستاذ حريض عبد القادر حاج محمد.
تفضل السيد حمي احمد ليكرم استاذ رضا القادم. استاذ حمي المرتبة الثالثة من نفس الفئة خمس أحزاب كانت في نصيب طالبة حمي هاجر فلتتفضل مشكورة. تفضل الأستاذ الحاج محمد حمي لتكريم طالبة حمي هاجر. نمر إلى الفئة الرابعة فئة ثلاث أحزاب. المرتبة الأولى في فئة ثلاث أحزاب كانت من نصيب الطالبة بلال رحمة تتفضل مشكورة. تفضل الأستاذ بلال رمضان كريم طالبة بلال رحمة. المرتبة الثانية في فئة ثلاث أحزاب كانت من نصيب الطالبة بلال عفاف فلتتفضل مشكورة. تفضل الأستاذ بلال عبد الغني يكرمنا طالبة بلال عفاف. المرتبة الثالثة من نفس الفئة ثلاث أحزاب كانت من نصيب الطالبة منصوري وسام فلتتفضل مشكورة. تفضل الأستاذ منصوري مبروك كريم طالبة منصوري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا آمين يا رب العالمين. مجددا إلى جو السربي والإنشاد من خلال وصلة إنشادية من تقديم فرقة الأمل تابعة لجمعية الثقافية لتفضل ومشكورين. تاني من فرصة لإلقاء نكتة. كان واحد الراجل ديما مش متفاهم هو ومرته دائما كيف دارت قلنا ماشي هاك كيف دارت ماشي هكا دائما هكذا. هيا واحد النهار عول عليها قال هاد المرة ما فكرني فكاي. هيا مشى السوق وجاب زوج كيلو تاع الحوت. هيا دخل للدار دخل الكوزينة حطهم هكا مفنطوش حطهم قالت لي اش ندير بيهم حقراها وخرج. هيا هي المرأة ذكية عارفة بلي كيف دارت هيا لذاك الحوت هيا
زعف زعف. هيا قسمتو على ثلاثة، الثلث الأول شواتو، الثلث الثاني قناتو، والثلث الثالث درت به المرقة. هيا جا هو جا وقت الفطور دخل، هيا جيبينا الفطور، جابت لي الحوت المشوي. هيا قال لي علاش علاش شوية، شكون قال لك تشويه؟ رفتو جا فيني مقلي، قال لي علاه تقليه؟ شكون قال لي تقليه؟ أنا قلت لك ديري لي به المرقة. جابت ليه المرقة، أيا قال لي علاه تجيب به المرقة؟ أنا كنت باغي نربيه. نكتة أخرى، كان واحد فقير، واحد فقير دائما يجيب ورقة ويكتب فيها يا ربي أعطيني 20 مليون، ويعاود يكتب فيها سميتو ولقبو والعنوان تاعو ويقيسها في السكاي كل يوم كيما هاك. أيا الجيران تاعو شفهم الحال، اجتمعوا قالوا صحيح هذا باللي راه مسكين فقير ما عندوش. أيا قالوا له مولاي 10 ملايين، قالوا مولاي 10 ملايين انتوا هذي. محمد يا سيدي خير البرية. فاطمة الزهراء
محمد يا سيدي غير الباري. الصلاة 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 على محمد شفع أمته. الصلاة لالا فاطمة ألالا 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 لالا فاطمة زرادك المرضية خيار النساء يا سيدي بها جدين يا لالا فاطمة زرادك المرضية خيار النساء يا سيدي بها جدين يا أمة محمد يا سيدي خير البارية. Let's
بكيت من اليوم اللي خليت أمي وأهلي وجيراني سهر دموعي وبكيت أبكيت 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 من اليوم اللي خليت أمي وأهلي وجيراني سهر دموعي وبكيت أبكيت 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 من اليوم اللي خليت أمي وأهلي وجيراني سهر دموعي وبكيت أبكيت أبكيت أبكيت